نائب سليمان وهدان. مساء الخير يا فندم. الو الو سيادة النائب. مساء الخير. الله يخليك يا فندم. مساء الخير. حضرتك سامعني كويس؟ اه كده كويس. تمام. كنت لسه بقول للساده المشاهدين انه قبل ما نعرف نتواصل مع حضرتك انه البرلمان انجز مجموعه كبيره من القوانين، لكن هناك قوانين طبعا كانت ملحه جدا ضروريه جدا للمواطن والشارع المصري، منها قانون الاداره المحليه، قانون الاحوال الشخصيه، وايضا قانون الايجارات القديمه. واضح انه المجلس مش هيلحق يخلص هذه القوانين، فعلى البرلمان القادم أن يبدأ من نقطة الصفر، صح؟ عندك حق، بس احنا قانون الإدارة المحلية يمكن تم دراسته داخل اللجنة ودراسات كثيرة جدا، و أرسل إلى الجلسة العامة في داخل البرلمان وتم الاعتراض عليه لأسباب كثيرة جدا من كافة القوى السياسية اللي كانت موجودة في داخل البرلمان. نعم. يمكن تم إعادته، وكان عندنا توصية إن احنا يتعمل قانون الانتخابات وقانون للإدارة المحلية للأسباب الفنية اللي احنا عاملين اعتراضنا عليها. لازم يتم الاعتماد الحاجز العمراني، لازم يتم الاعتماد تخطيط والتخطيط الإداري للمحافظات والقرى والمراكز والمدن والنبوع. ويتم ذلك من خلال ويتم اعداد قانون خاص بالانتخابات، ودي اشكاليه احنا كنا توصيف المجلس او القاعه فيها، وعدته للجلسه العامه للجنه الاداره المحليه لدراسه هذا القانون من بدايته. نعم نعم. طيب ده بالنسبه للاسكان، وده طبعا قانون الاجراءات القديمه طبعا بلا شك انه كان برضه هذا القانون قانون يعني معظم او بعض القوانين اللي فيها مشاكل اللي فيها طرفين يتجاذبوا القوة في اطراف هذا القانون، يمكن ده قانون لم يجرؤ مجلس سابق انه يتحدث فيه. يمكن كان لحكم محكمة دستورية بإلغاء عقد الإيجار وإعادة العقار لصاحبه الاصلي. يمكن احنا برضه هذا القانون تم ادراجه في الجلسه العامه وتم دراسته في اللجنه وبعد ما تم دراسته، ولكن للاسف الشديد برضه احنا اعترضنا عليه. يمكن احنا كحزب وفد كان اعترضنا عليه لاسباب مهمه، لان انا مش هينفع قانون اخد منه حته واسيب الباقي، لان كان القانون جاي في في المحال العامة اللي هو الإيجارات القديمة في المحال أو المنشآت التجارية. نعم. يبقى أنا حليت جزء في المنشآت التجارية وسبت سواء في المنشآت السكنية أو الحكومية أو الإيجار لشركات خاصة. نعم. وقلنا لازم في قانون كامل بجدول زمني، وقلنا إحنا لازم نعمل جدول زمني عبارة عن 5 سنوات ننتقل فيها، ما ينفعش انتقال إلى قانون فوري لإلغاء التعاقد أو كذا أو كذا. إحنا قلنا يبقى في عندنا مسارين، المسار الأول هو تدريج وجدولة الانتقال من عشان يبقى بفرصة لساكني هذه الشقق أو المحلات أو الشركات، إن أنا أديله فرصة خلال 5 سنوات إن هو يقدر يشوف مكان آخر، وده موضوع منتهي في هذا الأمر. الأمر الثاني، المسار الثاني، كنت هرفع الإيجار بنسبة 25% على أساس إن أنا في خلال 5 سنوات يكون وصلت حتى شبه الإيجار الطبيعي. الحالة ديت متروكة لطرفي النزاع إن هم أو الخلاف إن هم ممكن يرتضوا مع بعض والموضوع يبقى مش مشكلة، ويتم عمل عقد جديد بالمدة الحاجة القانونية. نعم. ده الإيجارات القديمة. القانون الثاني اللي كنت بتمنى بالفعل انه البرلمان هذا البرلمان يطلع القانون الخاص بتاعه ونخلص من مشاكل كتيرة جدا سيادة النائب، مشاكل الأسرة المصرية، قانون الأحوال الشخصية. والله برضه هو برضه قانون الأحوال الشخصية يعني برضه ما بقول حاجة ضمن القوانين برضه فيها مشاكل، أحيانا تكون الأم صاحبة المشكلة طرف، ممكن تكون هي خصم. فالمرأة هنا فيها إشكالية، ممكن تكون جدة
عن ابن وممكن تكون جده عن اب، فالطرف هنا في اشكاليه كبيره جدا جدا. يمكن احنا قلنا لازم يكون في توفير معايير محدده للحفاظ على منتج زي الطفل يطلع منتج هوي لديه قانون الرؤية يتقابل ازاي، مشاكل تحل بشكل او باخر. لان احنا استبقينا في الفترة الاخيرة للأسف شيء في جهود كبير جدا ما بين الاطفال والابناء والاحفاد، فتتشكل في النهاية خليط من او منتج للأسف شديد غير صالح وغير سوي، لديه مشاكل عقلية، مشاكل نفسية، لديه مشاكل اجتماعية يؤثر على فعلا مستقبل هذه الدولة. احنا بنحاول ان احنا نحط قانون متوازن، ويمكن احنا بنقول دعوة لكل الناس، كل أسرة مصرية حصل في حال حلال في المجتمع، عدم ترابط أسرة، عدم ترابط كذا، عدم وضع حتى المشهورة حتى. وانا الحقيقة التلات قوانين دول يعني قوانين الحقيقة شائكة، وعشان كده انا كنت بأمل انه هذا البرلمان يعني يطلع القوانين الخاصة زي ما قلت لحضرتك بالأحوال الشخصية والإجراءات القديمة وقانون الإدارة المحلية. هذا لا يمنع، رغم ان انا كنت أتمنى انه حضراتكم تنجزوا في هذه القوانين الثلاثة، لكن هذا لا يمنع انه هذا البرلمان أنجز قوانين مهمة جدا. آخر شغل ليكوا بكرة يا ست النائب، من المحتمل احنا عندنا بعض جدول الاعمال وبعض الاتفاقيات الدوليه والقوانين الموجوده، يمكن لن يسعفنا الوقت ان ننتهي منها اليوم، قد يكون غدا اخر يوم في جلسات مجلس النواب ان شاء الله. قد يكون يعني ممكن ما يكونش بكره اخر يوم. والله احنا عندنا مش عايز اقول لحضرتك جدول اعمال كبير جدا في مجموعه من الاتفاقيات الدوليه. نعم. انا انتهز هذه الفرصه ان انا أقدم التحية للقيادة السياسية رئيس عبد الفتاح السيسي ووزارة الخارجية على الإنجاز العظيم التاريخي في ترسيم حدود مع اليونان والحفاظ على الثروات المصرية، وأيضا في الحفاظ على تحت مظلة النهاردة على القانون. نعم، تحت مظلة الأمم المتحدة والقانون الدولي، ويمكن ده عمل عظيم جدا جدا. إن كان في إشكالية وفي اشتباكات كثيرة جدا إلا أن كنا توصلنا الى هذا الاتفاق. انتوا وافقتوا النهارده بالاجماع يا فندم على اتفاقيه تعيين المناطق الاقتصاديه بين مصر واليونان؟ طبعا. نعم. بلا شك ان طبعا اتفاقيه مهمه جدا، ويمكن انا بحب اذكر الشعب المصري ان احنا دايما نحب نذكرهم ان كان. نعم. قبلها في اتفاقيه ترسيم حدود مع قبرص. نعم. ويمكن على ضوء ذلك ربنا اكرمنا بحقل زهر اللي تم افتتاحه سياده الرئيس في عام 2018. نعم. واللي وفر مليارات الجنيهات للدوله المصريه، اللي وفر مليارات براميل الغاز لمساهمه في التنميه وعمل كان قوه دافعه للاستثمار والتنميه الصناعيه الموجوده في مصر. صحيح. بامانه شديده جدا. وفر برضه جزء كبير جدا من النزيف اللي كان بيطلع ل استيراد الغاز من الخارج. اشكرك فندم، شكرا جزيلا سيادة النائب سليمان وهدان وكيل مجلس